أهلا أحبائي الأعزاء، دائما نرحب بكم في هذا المطبخ التقليدي الجزائري الأصيل. لكل مرة نجيبكم وصفات من كل ولاية من ولايات الوطن، من الغرب من الوسط من الشمال من الشرق. فكل مرة نجيبكم في هذا العدد زوج كيفيات. الكيفية الأولى طبيخة السردين بالفلفل الحلو الأخضر والأحمر. الطبيخ أو الوصفة الثانية نجيب لكم كمدخل قائم كشول اونتري بالبطاطا وشرائح البصل والطماطم وبدون لحم. ماشي كل الوصفات ضروري يكون فيها لحم، لحوم بيضاء او لحوم حمراء. اذا بدون لحم نقدروا تكون عندنا اطباق جميله بالبزاف. الطبق الاول عندنا رطل تاع السردين، كنت غسلته نظفته خليته يشيح يكتر في الكسكس. زدت له 6 مغارف تاع مرمز اللي هي الحريره تاع المرمز، 6 مغارف تاع الحريره تاع المرمز، ملح فلفل الكحل والكمون، ملح فلفل الكحل والكمون، وزدنا له 6 مغارف تاع المرمز وعجنته تقريب 10 دقائق وانا نعجن فيه، خليته يرتاح في الثلاجه. عندنا واحد حار خضر، قطع تاع ليمون، عندنا جوج حبات فلفل حلو الخضراء والحمراء، عندي جوج حبات بصل مكعبات، عندي جوج مغارف طماطم مصبره والمعدنوس، التوابل عندي ملح كمون فلفل كحل والعكري، عندي ملح فلفل عكري كمون، عندي فلفل اسود، عندها فلفل اسود العكري والكمون وشويه تاع ملح. هنا عندي جوج مغارف تاع زيت، رايحين نشعلو على الفرن، راح ندير 4 مغارف تاع زيت ولا 3 مغارف تاع زيت، راح ندير نبداو نديرو الطماطم مصبره، هنا درت الزيت، هنا العكس قبل كاع ما نقلي درت زوج مغارف طماطم مصبره. هلا زوج مغارف طماطم مصبره، راح ندير زوج كيسان تاع ماء، راح نديرو زوج كيسان تاع ماء، هنا كل مره نشوفوا الطماطم الصبره بعد التقليه في الاطباق الرئيسيه كتكون مرقه حمراء. بعد ما نقلوا اللحم والمرقوا نديروا الطماطم مصبره في اي طبق. احنا هنا درت 4 مغارف تاع زيت سخنوا مع 2 مغارف تاع ماكله طماطم مصبره، زدت 2 كيسان تاع ماء خليه يغلي، قطعه تاع ليمون خليه يسخن تقريب 10 دقائق حتى تولي عندنا نصوص حمراء، مرقة حمراء. هنا من بعد راح نفوح، هنا ندير كامل التوابل، هنا بعد ما درت التوابل العفو ندير شوية زيت كما تشاهدوا باش نطروا العجينة. وهنا في الرطل درت 6 مغارف تاع مرمز، هنا هي اللي خليته بهذه الطريقة، خليته شد روحه. ندير شويه معدنوس، نزيد ورشه تاع ملح، هنا نديرو شويه تاع ملح، نديرو شويه تاع كمون، المرمز هي اللي خلات العجينه شاده روحها. هلا بدل ما نديرو فرينه ولا خبز يابس مسحي، نتوما بطريقه الذكاء تقدروا كيفاش تعالجوا بعض الوصفات. هنا الماء يبدا يغلي، هنا الماء القارص، قطع ليمون الكمون والملح راهم
هنا يغلو، راح نشكل ديبول بهذا الحجم. ولا عندنا طريقة على طريقة الدولمة، نقدو هنا كاين واحد الطريقة نستعمل بزاف كي تكونوا معناتها نشكلوا في الدولمة، نقدروا نديروا هذه الطريقة. هنا الماء شكلهم كامل كرات كما شاهدوا. شوف الملمس تخلي الكرة شادة روحها. كنديروا ديبول على حسب الحجم، على حسب العائله، العفو، كل واحد وكان اللي يحب يدير ديبول صغار، كان يدير كبار، هذاك على حسب افراد العائله شحال يكونوا، خمس اشخاص او ست اشخاص او حتى 10 اشخاص. والماء ما تديروش اكثر من زوج كيسان. يكون عندنا ليبول تاع الفيونداشي ولا لحم مفروم ابيض او احمر، دائما نستعملوا هذه الطريقة شوية ماء ونديروا ديبول بهذا الحجم. على حتى ما تلصقش فن في اليد تاعنا ويكون نفس الحجم حتى تكون رطبة شوية. هنا هنا الفلفل الحلو حبيت نديرها بعد الدولمه حتى تحافظ على ذاك الشكل تاعها. نديرو حبه فلفله حلوه خضراء، وحده ذو نوعين الخضراء والحمراء. وصدقوني علاش درت صبخت بالمرق، وحنا متعودين البصل هو الاول حتى يتقلى ويذوب، اما في هذه الدولمه من المفروض نزيدو شويه نعناع يابس. كي نزيدو نعناع شايح محكوك يكون بودره يعطي بنه اكثر. انتم سيو باش ديروا شويه نعناع يابس، انا حبيت ندير البصل مع الفلفل الحلو في الاخير تعطينا واحد البنه ما شاء الله، ويجي يجينا معسل ويجي ذايب. ديروا فرك رشه تاع كمون، رشة تاع ملح، خلو حتى تشرب كامل ديك المرقة. هنا هذه الوصفة الأولى. دائما احنا نقولوا في الإعادة إفادة، احنا دائما عودنا المشاهد الكريم خاصة في شروق بنا مع كل شيف متواجدين في القناة، دائما الطماطم صبرة بعد تقلية، والبصل يندار في البداية مهما كان، سواء سواء في يكون لحم او بقري او غنمي او دجاج او بدون لحم، دائما البصل تعودناه في البدايه. انا اليوم عاكست لكم، درت المرق اللي باش يكون في الاخير بعد التقليه درته في البدايه، طماطم صبره كذلك اللي باش تكون في الاخير درتها في البدايه، والبصل مع بعض الخضار درتها هي الاخير، معناتها هنا باش تكون عندنا باش ننوعوا في الوصفات فقط. هنا هذه الوصفة الأولى، روحوا للثاني، روحوا لثاني وصفة. جبت لكم الوصفة لهذه المدخل القائم أو مدخل اللي خاص بوصفة على شكل طبق جراتيني، كي نقولوا مدخل كمقبلة أو في جوج مراحل. أولا المرحلة الأولى في مقلى وفي طبق رئيسي، المرحلة الثانية رايحين. أنا كنت شعلت الفرن هنا 160 درجة مدة 15 دقيقة. المرحلة الثانية يعتبر كطبق جراتيني، هذا كمدخل قائم. هذا هنا من بعد رايحين نمسكوا به الطبق تاعنا. هنا نشعلوا الفرن هنا. هذه المقبلة اللي تتكون جوج حبة بصل ماشي جوليان، دوائر بهذه الطريقة، دوائر، جوج حبة بصل
جوج حبات طماطم نفس نزعت له القشره قطعتها دوائر، عندنا نص قطع ليمون او 4 ملاعق اكل عصير ليمون، هنا 3 حبات تاع بطاطا 100 غرام، درت لهم شويه تاع ماء شويه ملح غليتهم، من بعد هكاك سخونين صفيتهم ودرستهم بالشوكه، زدت لهم ملح في الكحل وشويه معدنوس. هنا عندي 3 حبات بيض، وهنا عندي جبن غريير 100 غرام، وعندي الجبن الابيض الشحمي، هذا يسمى بالجبن الابيض الشحمي شرائح وريقات، هذا الجبن الابيض الشحمي يجي ديفاي وريقات اللي رايحين نلفوا بهم هذه المقابل او هذا المدخل. احنا درت هنا جوج مغارف تاع زيت يسخن تقريب، هنا جوج مغارف زيت او 3 ملاعق زيت سخنت، راح ندير البصل درنا دوائر بهذه الطريقة، كامل نفتحهم، دائما نقولوا ونعاودوا المقبلات يكون فيهم مقبلة أو شرمولة أو مدخل القائم دائما تكون فيه ملح فلفل كحل، ما نديروش بزاف التوابل، هذا دائما في الإعادة إفادة، دائما نقولوا عندي ملح وفلفل كحل فقط. هنا خليه يطيب تقريبا واحد 10 دقائق. وهذه المقلة تشبه لابوال تاع البايلا، البايلا العف اسبانيول، يكون الشكل مقعر. هنا راح تطلق كاع عصير البصل، هذا النوع من المقالي اللي يجي كشول مقعر، ما يجي مغرفه بزاف، راح تطلق كامل العصير تاع البصل، وهذه الماده شويه ثقيله، معناتها راح تطيب لنا البصل ما شاء الله، تطلق له كامل العصير تاعو، يجي كشول معسل. ما ننساوش الطبق تاعنا ما شاء الله راه يطيب كما نشاهدوا، هذاك البصل اللي جينا من بعد معسل مع الفلفل الحلو الاحمر والاخضر، حنا نواصلوا. خلوا البصل تاعنا يتقلى مليح، كل خطأ كيفاش نعطيكم الطريقة تاع البصل، كيكون جوليان كيكون ايمالسي يكون سيزي، خطا يكون مرابي، وخطرات نديرو غير نطحنوه مثلا بالروبو، نطحنوه مليح بعد في شاش صيدلي نعصروه، هذا الكلمة تاعو ديما نستحفظو به، نحافظو به باش نديرو به بعض المقبلات اللي هو عصير البصل، يجي شوية ابيض فاتح. خلوها تذيب هكا مليح، فوالا. هنا عندي ليان سلادي، راح ندير هذيك البطاطا اللي هي 800 غرام على حساب، انا دائما نوزن في المقادير في الكواليس، دائما كنحافظ الاطباق دائما الخضر نوزنها، هنا 800 غرام تاع بطاطا، درنا له شويه ملح في الكحل غليتها، من بعد صفيتها بالشوكه درستها زدت لها باقه شويه صغيره تاع معدنوس، هذا الجبن الكريير باسكو هذا ما فيش الدهون بزاف، انا درت 100 غرام، درنا 100 غرام مع 300 غرام تاع بطاطا وباقه تاع معدنوس. كيما هنا هكا شاهدوا، هذو كملنا بهم. ما ننساوش الطبق تاعنا، فوالا ما شاء الله، هنا نحاولوا نقصوا شويه من درجه الفرن باش يطيب في خرزو. وفكره شابه، الماء هو الاول، فالعكس اليوم عكسنا في هذه الطبيخه تاع السردين، حتى
نشوفوا البنه كل مره نديروا اطباق نكريهم ونشوفوا البنه تاعهم كيفاش تخرج. فوالا البصل بدل ما نديرو في البدايه انا درتو في النهايه، الفلفل الحلو باش يدي وقت طويل في التقليه في البدايه درناه في النهايه، طماطم الصبره درناه في البدايه، والمرق درناه في البدايه، معناتها عكسنا اليوم كل المقادير. شوف كي خلوه يذبل هكا ما شاء الله ما نتقلقوش، هنايا شويه ولا في البني طلع كامل هذاك العصير تاعو. راح نديرو الطماطم مع عصير الليمون، راح نديرو الطماطم، طماطم نزعنا القشره تاعها، راح ندير عصير الليمون بدون ما تعطيه حموضه، هنا بلا ما تعطينا حموضه. هلا هنا اطباق جراتينيه فيها جوج مراحل، مرات تكون خضار ولا بعض اللحوم مشويه حاضره او مسلوقه او مفوره، من بعد مباشره نديروها كطبق جراتيني، هذيك تعتبر كمرحله واحده، اما هنا تعتبر جوج مراحل، هنا في المقله من بعد الحين نزيدوها في الطبق الجراتيني. هذا هو الطبق اللي رايحين نحضروا فيه اليوم، راح ندير جوج ملاعق اكل زيت، راح نمشوهم كامل، هلا، نخليها شوية ذوب، ما شاء الله، هنا بلا ما نصلي له هذا الطبق كما تكتوكا، معناتها ما نديروش قطره ما نديروهاش، معناتها عصير بصل، عصير طماطم هو في بعضه يتلك. هنا الطبق تاعنا نوري لكم، هنا البصل فين مع جوج كيسان تاع ما يزيد يطلق شويه مع الفلفل الحلو والفلفل الاخضر، يطلق شويه تاع ما. احنا هنا نفون المكان، هنا عندنا بدون لحم مفروم راح نشكلو، ما ننساوش الطبق تاعنا، هنا نقصو لدرجة الفرن، فوالا الطبق تاعنا الاول راه يطيب، طبيخة السردين البصل مع الطماطم راهم يطيبوا، حنا نحضروا هذو الكشور السبيعات صغار، درنا الجبن في بلاصه اللحم، او مرات كيما يكونش الجبن نقدروا نديروا من اللحوم اللي تاع الفقراء نقدروا نديروا بيض مغلي ماهوش مشكل. نشكلها بهذا الشكل، ودرجة الفرن راهي 150 درجة تقريب 160 درجة، راح تبقى هذا الطبق هذا المدخل القائم كشغل طبق جراتيني راح يبقى تقريب 15 دقيقة ونطفو عليه. شكلهم هذه الطريقة،
هنا ما شاء الله انا راه كامل ذاب فوالا راه امامكم ما درنالوش حتى قطره تاع ما. رايح هذا الحشو راح نديرو هنا كطبق هنا بعد ما درتو زيت رايح نفرش كامل هذا البصل ما شاء الله فوالا حتى نغيرو شويه في الوصفات فوالا ما درنالوش الماء ذبلنا غير في وحده طلق غير وحده فوالا رايحين نحكموا هذه الشريحه. علاش قلت لكم نوزنوا دائما الخضار كي نحبوا نحضروا هنا عندي هذه الجبن الابيض كشريحه هنا نزيدوا الشريحه الزوجه نزيدوا الشريحة الثالثة نال. وهنا كما راكم تشاهدوا هذو الشرائح درنا لهم شوية تاع زيت فوالا هنا درنا لهم شوية تاع زيت باش ما يلصقوناش فوالا معليش حنا نحطو لهم غير بشوية فوالا احنا مشاهدينا نكملوا كامل البقيه. عندي شويه قطعه ليمون مع سحبه بيض نضرب البيض مع قطعه عصير ليمون نضربه نحطه فوق هذا العجيجات الملفوفين بالجبن راح نديرهم في الفرن 150 درجه مده 15 دقيقه. من بعد راح تشوفوا الطبق الاول تاع طبيخه السردين بالمرقه حمراء مع هذا طبق المدخل القائم حاضرين على طاوله العمل ما تروحوش بعيد راجعين. مشاهدينا وصلنا لنهاية هذا العدد. دائما في النهاية نذكركم بأطباق تاع نهار اليوم. درنا الطبق الأول طبيخة تاع السردين اللي كانت فيها تقنية وكان فيها تنبيه لما تشاهدوا الحصة تعرفوا وين كاين الجديد وين كاين هذيك في المرقة البيضاء ولا الحمراء. دائما البصل هو في البداية احنا درناه في النهاية نمرقوا في النهاية احنا درنا التمرق في البداية. صلصة الطماطم الصبراء من المفروض نديروها بعد ما نمرقوا احنا درنا في البداية. اذا درنا العكس بالعكس والعكس صحيح فطحت لنا مرقة ما شاء الله مع هذه الفلفل الحلو الاحمر والاخضر والبصل طاب في ما شاء الله. هذا كطبيخة تاع السردين. ثاني وصفة اللي حضرناها طبق على شكل مقابلة كشور طبق جراتيني البطاطا غليناها درسناها بالفرشطة درنا شوية معدنوس ملح في الكحل درنا شوية جبن جريار 100 غرام أو 150 درناها سبيعات لفيناها في شريحة الجبن الأبيض الشحمي اللي خالي من الدهون. إذا درنا عليها حبة بيض مع شوية عصير ليمون ضربنا حبة بيض شوية عصير ليمون حطيناها من فوق دخلناها 150 درجة مدة 15 دقيقة. إذا هذا هو المقبلة على شكل طبق جراتيني. احنا نقول لكم بعد ما تاخذوا كل المقادير من لائحة المقادير وتشاهدوا الحصة طبقوا كل الوصفات تاع نهار اليوم بأقل تكلفة نقدروا نديروا أكلات أو فطور والعشاء للعائلة بأسعار معقولة. إذا نوصل للنهاية شكرا مشاهدينا على طيب المتابعة على طيب المتابعة قبل خير.